هالقصة كتير كتير جان يعني كتير جان خارج سبور لكل يوم. نعم محدش هيتوقع مين الفنانة دي؟ مين؟ هيفاء وهبي. يا خبر ابيض لما كانت صغيرة عريضة ازياء مدخلين لها تريسات بقلب شعرها احمر. نعم بتحسيهم ناتورال يعني ما كتير مركبين. ايوة هي هيفاء. يا سلام بس ايه متغيرة خالص لما كانت صغيرة. يا سلام عليك يا هيفاء طول عمرك قمر وجميلة. بس ايه عود يا جدعان عود قمر يا اخواتي قمر. من اي اجانس؟ العارضات من اجانس نضال بشراوي والثياب من عند مصمم جورج حادي. يعطيهم العافية شيء كتير حلو. ونرجع لحديثنا خارج نطاق العارضات. عرفت